أعزائي مشاهدي ومتابعي يوم السبع في كل مكان، تحياتي لحضراتكم. النهاردة يعني لقاء بطابع إنساني بدأ قصته بصورة على السوشيال ميديا أثارت تعاطف عدد كبير جدا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وهو لأحد الأشخاص في الليلة الختامية لصيام السيدة العذراء بدرونكا بمحافظة أسيوط. هذا الرجل رفع لافتة على جدران الكنيسة من إحدى الشرفات، كتب عليها يا رب عاوز طفل. هذه الصورة يعني أثارت تعاطف عدد كبير جدا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ويعني الدعوات كانت دعوات كبيرة جدا لهذا الرجل. لكن اللي كان أثار الاهتمام أكثر قيام أحد الأطباء بتبني هذه الحالة بالمجان، وأعلن على صفحته الشخصية وهو الدكتور إسلام سعيد اللي هو القانا النهاردة معاه من داخل مركزه. هذا الطبيب أعلن أنه تكفل بعلاج هذا الشخص يعني، وأعلن عن مبادرة منه لمساعدته، وإن شاء الله سبحانه وتعالى يكون على إيده الخير، وأنه ممكن يعني يكون سبب من أسباب اللي ربنا سبحانه وتعالى يعني حطه في طريق هذا الرجل، وإن شاء الله هتكون هننتظر الأيام القادمة ما ستسفر عنه الفحوصات الطبية وأيضا العملية الجراحية. في البداية دكتور إسلام خلينا نرحب بحضرتك على شاشة اليوم السابع، وعايزين نتعرف عن الدكتور إسلام سعيد عن قرب. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ هيثم، شرفني تواجدكم معانا. أنا الدكتور إسلام سعيد، استشاري نساء والتوليد الحاني مجهري وأطفال أنابيب. يعني إحنا بنعمل في المجال ده نزيد عن 8 ل 10 سنوات في مجال تأخر الإنجاب كخبرة تخصصية خاصة بي، ويعني الحمد لله لنا نجحتنا حتى هذه اللحظة، والحمد لله نسب نجاح تقارب المستويات العالمية كمان في مصر بشكل عام، خاصة في مراكزنا الخاصة في الصعيد. معالي الدكتور خليني أسألك في البداية، حضرتك أعلنت عن تبنيك لهذه القصة ولهذه القضية الخاصة به هذا الرجل يعني اللي هو رفع لافتة عاوز طفل يا رب. حضرتك شفت يعني أثرت يعني مواقع التواصل الاجتماعي إزاي؟ حضرتك عرفت إزاي؟ هل شفت على السوشيال ميديا ولا حد من متابعين حضرتك أرسل لك هذه الصورة؟ والخطوة اللي بعد كده على طول كانت إيه؟ والله الموضوع جه يعني بشكل تلقائي، إن إحنا في أثناء شغلي في العيادة في الريست فبفتح الفيسبوك فلقيت الأسيستنت اللي معايا في العيادة الأستاذة مورين هي مسيحية، ولقيتها منزلة صورة الراجل واللافتة اللي عاملها، فأنا حتى كتب لها على البابليك بقول لها طب أنت يعني مدام صورت الراجل وشفتيه فيها يعني حضرت مناسبة وموسم العذراء الفترة اللي فاتت، فقلت لها مدام صورت الراجل وشفتيه يعني بشكل تلقائي على البابليك نشر لها، ولا كنت بعتيه المركز يعني فمش هنقصر معاه. فقالت لا ده انا مش انا صورته، دي صوره حد مصورها. قلت لها حاول توصلي لها؟ لا حاول. تمام. فلقيتها فعلا نازله على صفحه او اكثر من صفحات اسيوط، فتوقعت ان الحدث خاص بحد من سكان اسيوط في دير العذراء في الموسم ونزل حاجه زي، فقلت بسهوله لو نزلتها على صفحتي يعني زمايلنا وحبايبنا كتير ممكن بسهوله يتواصلوا مع هذا الشخص، ويبقى يعني يمكن ربنا يجعلنا سبب ليه الفرج قريب عنه، خاصه في مشكله كبيره زي مشكله تاخر الحمل واللي ابعادها النفسيه والاجتماعيه والماديه الصعبه في مجتمعنا لحد كبير، ويمكن ما فيش جهه معينه تتبنى القضيه دي. فبشكل بسيط نزلت الاعلان ده على الصفحه الخاصه، لقيت تفاعل من اصدقاء على الصفحه وفوجئت يعني مع ان نزلتها في وقت متاخر من شغلي في العياده، لكن فوجئت ان لقيت تفاعل كبير وبدات الناس تتواصل معايا، وعرفت بعد كده لحد ما تواصلت مع الراجل عبر صفحته صاحب اللافته، والراجل مشكورا يعني شكر المبادره. ده بقى السؤال اللي انا جاي لحضرتك فيه دكتور اسلام، بعد ما حضرتك وصلت للصفحه الشخصيه بتاعته كلمنا عن لما تواصلت معاه كان رد فعله ازاي؟ هو طبعا بحجم المشاركه اللي كانت موجوده للمبادره سواء الخاصه بيه او حتى ردنا على المبادره الخاصه بالشخص صاحب الاستغاثه، انه كان اولا شاكر محبتنا جدا للموضوع وشاكر مبادرتنا ليه، واحنا بشكل عام يعني عشان عرفنا ان هو مش مقيم في اسيوط، هو مقيم في اسكندريه وجاي زياره في موسم العذراء هنا، فبحيث قلنا له خلاص لو الموضوع ليه علاقه بشق مادي اعتبر ان الموضوع
من اول مناظره الحاله ومتابعتها لحد التحاليل علاج، لو استدعى الامر للمنظار، لو استدعى الحقن المجهري، كل ده هيشامل تغطيه كامله. حتى لو ما عرفنا انه اقامته في اسكندريه، عرضت عليه بشكل شخصي ان هو لو حابب نوفر لك اقامه هنا لحد ما ربنا ييسر وتبقى عملنا خطوه ممكن ربنا يجعلها سبب ليه، برضو عرضنا على الموضوع ده للبعد اللي قد يكون هو فعليا مرتبط مثلا بمتابعه خاصه في مكان اللي هو موجود فيه في محافظه اسكندريه، فعرضنا عليه التواصل مع زملاتنا هناك واساتذتنا في اسكندريه لو في اي حاجه نقدر نتواصل معاهم فيها سواء ماديا او حتى فنيا في الموضوع او مناقشه موضوع، ولو هو حب يستشيرنا في اثناء خطوات علاجه في اي وقت في اي حاجه برضه مفيش مشكله. هي الموضوع مش شخصي، الموضوع يعني المهم ان المصلحه توصل للشخص وان ربنا يجعلنا سبب تيسير الطريق ليه سواء في مكانه او لو يحب يشرفنا في اي وقت هنا. ده المهمه الاساسيه، ونرفع عنه الحرج المادي من الموضوع تماما، واللي قد يكون مش هو الحرج الوحيد في الموضوع، خلي بالك ممكن يكون الحرج المعنى او الاستغاثه دي مش منبعها اعباء ماديه فقط، قد يكون اعباء نفسيه، ان هو قد يكون ممكن ما اعرفش تفاصيل الحاله فنيا، لكن قد يكون مثلا في محاولات سابقه لتاخر العلاج تاخر الانجاب وما حصلش نصيب. فلان زي ما احنا عارفين ان الموضوع ده في الاخر هبه من عند ربنا، ان في احسن الموداليتيز الموجوده حاليا في العالم اللي هي زي الحقن المجهري نسبه نجاح لا تزيد عن 50%، فكل دي قد يكون العبء نفسي عليه تمام، مش محتاج امور ماديه، قد يكون محتاج دعم نفسي، وده اللي احنا حاولنا نوصله له ان احنا اخواتك، احنا معاك لو في اي حاجه احتاجتنا منها سواء نفسيا او ماديا او معنويا او باي صوره من الصور، احنا ما فيش اي مشكله وتحت امره فيها تمام. ودي يمكن هي حاجه يعني جزء من دكتور اسلام. لو انا بتكلم عن مشكله تاخر الحمل بشكل عام، وخاصه ان هذه القضيه تهم او تهم يعني الكثيرين، كلمني احنا وصلنا لحد فين طبيا في هذا الامر، وهل بالفعل هناك محاولات ناجحه وبشكل كويس، واسيوط محافظه اسيوط هل فيها المستشفيات القادره على اجراء مثل هذه العمليات؟ ويمكن مشكله تاخر الانجاب اساسا مش مساله طبيه او مشكله طبيه بحته، هي مشكله طبيه اجتماعيه في نفس الوقت، وليها اثار في مجتمعنا خاصه في الصعيد عنيفه جدا، بتاثر بشكل كبير على السلم الاسره والمجتمع بشكل عام، وليها اهميه كبيره، وده يمكن اللي خلى حتى في خارج مصر بتخضع للتامين الصحي لاهميتها على السلام الاجتماعي. فاسيوط كمحافظه من محافظات الصعيد وفي مصر بشكل عام، لا احب اقول لك انه الموداليتيز والاحدث الاجهزه الموجوده عالميا متوفره حاليا في الصعيد وفي سلسله المراكز يمكن الخاصه بينا او الخاصه حتى في مصر بشكل عام، لا واقفه على خط بالتوازي مع الموجود اوروبيا وعالميا. ده بنلمسه بشكل كبير في اي مؤتمرات خارجيه، ما بيبقاش فيه فروق، بالعكس قد يكون مثلا في بعض التشريعات الموجوده في الدول الاوروبيه اللي بتحد من نسب النجاح مثلا عندهم في بعض الامور الخاصه بالظروف الاجتماعيه عندهم، ان هم ما بيبحثوش عن الحمل الا في سن متاخر، بتقلل نسب النجاح عندهم. لا، نسب النجاح الموجوده في الصعيد وفي اسيوط خاصه وفي مصر بشكل عام نسب تقارب النسب العالميه، بل تفوق لظروف كتير لاهميه القضيه دي بشكل عام عندنا وليها الابعاد الاجتماعيه الكبيره. وكل التحديثات الموجوده واسعار اقل كتير طبعا الاسعار العالميه موجوده حاليا في مصر وفي الصعيد وفي اسيوط بشكل خاص. دكتور اسلام سعيد، احنا بنشكر حضرتك على هذا اللقاء، كنت ضيف معانا على شاشه اليوم السابع، وبنتمنى لحضرتك دوام الصحه والتوفيق، وان ربنا سبحانه وتعالى يعني يجعلك سبب ان شاء الله في يعني مش القضيه دي بس اللي احنا بنتكلم عنها، لكل الاسر اللي يعني تتمنى ربنا يرزقها بمولود. اعزائي المشاهدين ومتابعي اليوم السابع في كل مكان، يعني كنا مع حضراتكم من داخل مركز الدكتور اسلام سعيد هنا في محافظه اسيوط، تحدثنا عن يعني هذا الرجل الذي رفع لافته في دير درونكا في الليله الختاميه، كتب عليها يا رب عاوز صفر. ان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى ربنا يكرمه ويكرم كل يعني الناس اللي لم ترزق حتى الان بمولود. وتحياتي لحضراتكم، كنت معكم من اسيوط هيثم البدري مدير مكتب اليوم السابع بمحافظه اسيوط.